مواصلة للزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الصين، استقبل اليوم السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بمقر اللجنة العسكرية المركزية من قبل السيد الفريق أول ليو تزين لي رئيس أركان الجيوش في اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية. السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبعد عزف النشيدين الوطنيين للبلدين، استعرض تشكيلات من مختلف القوات الصينية قدمت له التشريفات العسكرية. إثر ذلك عقد لقاء عرف محادثات موسعة شملت وفدي البلدين. عبر خلاله السيد الفريق أول سعيد شنقريحة لمضيفه عن بالغ امتنانه بهذا التشريف الذي حظي به والوفد المرافق له. السيد الفريق أول ليو زين لي رئيس أركان جيش التحرير الشعبي لجمهورية الصين الشعبية، سعادة السفير، السادة الضباط والحضور الكريم، يطيب لي في هذا المقام أن أجدد لكم ولكافة الحضور فائق تقديري وعظيم تشكراتي على كرم الضيافة وحسن الوفاد اللتين حظينا بهما منذ وصولنا إلى بلدكم الصديق، وهو ما يعكس مدى علاقات تعاوننا العسكري الثنائي التي تنهل من ينابيع الإرث التاريخي لبلدينا بكل ما يمليه ذلك من عمق سياسي واستراتيجي وإنساني. كما حرص السيد الفريق أول في كلمته على التذكير بتميز العلاقات العريقة التي تربط البلدين الصديقين، والتي تعود جذورها على وجه الخصوص إلى ثورة أول نوفمبر 54/900 المجيدة. فجمهورية الصين الشعبية كانت من بين الدول الأوائل التي سندت كفاح الشعب الجزائري من أجل تقرير مصيره في مؤتمر بانبونغ سنة 1955، وكانت أول دولة غير عربية تعترف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فور الإعلان عن تشكيلها يوم 19 سبتمبر 1958. السيد الفريق أول سعيد شنقريحة أكد كذلك أن متانة العلاقات التي تربط الجزائر والصين تعكسها كل المواقف المشرفة والمتبادلة بين البلدين الصديقين. انطلاقا من هذه العلاقات التاريخية المتميزة التي أسست على التضامن النضالي المشترك من أجل السيادة واستقلال القرار واسترجاع الحقوق السيادية، فإن النضال من أجل العدالة والحرية ما زال قائما، خاصة اليوم في ظل سياق عالمي يتجه أكثر نحو تعدد قطبية غير مسبوقة وإلى إعادة هيكل التوزيع العالمي للقوات بعيدا عن توجهات الهيمنة القائمة على الإقصاء ومحاولة فرض الأجندات وتفويض الخيارات السيادية للدول. وخلال هذا اللقاء تبادل الطرفان وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، كما تباحثا السبل الكفيلة بتعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين. في كل مناسبة تتجلى عراقة العلاقات الثنائية بين الجزائر والصين، وما زيارة الفريق أول سعيد شنقريحة إلى بكين إلا فرصة للتأكيد على متانة هذه العلاقات التي تبنى على استراتيجية معمقة
من أجل مستقبل أفضل بين البلدين. أحمد أمين دريدي، التلفزيون الجزائري، بيجين. زيرتيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.